دخلت التاريخ من أوسع أبوابه بسبب أعمالها الخيرية، واتقال عنها إنها شيخة القلوب وأم الرحمة لأنها أكبر داعم لمواهب الشباب، وزوجها بيغير عليها من الهوى. المفاجأة إن حاكم أهم دولة عربية في منطقة الخليج وهو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات العربية. حكايتنا النهاردة هنتكلم فيها عن حقائق مثيرة عن الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، فتابع الفيديو للنهاية وأوعدك هتندهش من التفاصيل. الشيخة سلامة بنت حمدان زوجة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم الإمارات، اتولدت في بقها معلقة ذهب، وده مش غريب، أصلها لقت نفسها واحدة من ضمن أهم العائلات في الإمارات، عائلة آل نهيان. أبوها يا سيدي الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان كان نائب لرئيس مجلس الوزراء الإماراتي، ولما كبرت الشيخة سلامة الشيخ محمد قلبه دق ليها، وكان بيحبها جدا وغير عليها لأقصى درجة ممكن تتخيلها، وما اتجوزش عليها ولا مرة. ففي سنة 1981 اتجوزت سلامة بنت حمدان من محمد بن زايد آل نهيان، وخلفت منه 9 أولاد، 4 ولاد و5 بنات، وعندهم 2 بالتبني و16 حفيد. الغريب بقى ان الشيخة سلامة رغم انها كانت من عيلة غنية وليها وزنها بين العالم، ما كانتش من الشخصيات اللي بيهمها المناصب وخلاص. دي واحدة لما كانت بتاخد اي منصب كانت لازم تسخره لخدمة الناس، فكرست حياتها للأعمال الخيرية لدرجة بقت واحدة من اكتر 50 شخصية مؤثرة في الثقافة والفنون في الشرق الاوسط، ولان الامارات العربية المتحدة بتدعم المرأة دايما، فانت هتلاقي ان المرأة الإماراتية اثبتت تقدم واضح وملموس بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة، وكانت واحدة من ضمن النساء دول هي الشيخة سلامة، واللي كانت مهتمة بالتعليم والثقافة والصحة. ومع الوقت الشيخة سلامة قررت انها تفيد بلدها وتعمل مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، واللي مقرها ابو ظبي. المؤسسة دي يا سيدي كانت هدفها انها تدعي المهتمين بالفنون انهم ينضموا ليها عشان تعمل ارشيف ثقافي يبقى متاح للكل، وكمان هي بقت صاحبة كتير من اللوحات الهامة اللي رسمها بابلو بيكاسو وريدلوف إرنست. وفي سنة 2010 اشترت عمل لداميان هيرست من معرض وايت كوب ب4 مليون دولار. وسنة 2011 خدت جائزة شخصية العام من معهد جوائز التميز في الشرق الأوسط وجائزة الشرقة للعمل التطوعي عام 2012، وكانت من بين أقوى 50 امرأة في الفن في الشرق الأوسط. وده مش غريب على الشخصية، عملت مبادرات لدعم وتمويل المشاريع من دعم الموسيقيين والفنانين لتمويل الفعاليات والمهرجانات الثقافية، وكمان كانت من أهم الشخصيات المهتمة بالرعاية الصحية والعافية للأطفال. فدورها مش بيقتصر على اهتمام مؤسستها بتمويل المستشفيات والعيادات، لا ده كمان بتعمل برامج الصحة العامة والعافية، ودعمت مبادرات في التعليم والفنون والرعاية الصحية وتمكين الشباب وتعزيز الثقافة لخلق مستقبل باهر لكل الناس في الإمارات. فالشيخة سلامة زوجة حاكم الإمارات كرست حياتها للاستثمار في البشر وتعليم المرأة ودعم الشباب والاهتمام بالصحة والطفل. فيا ترى عمرك سمعت قبل كده عنها؟ وإيه رأيك في إنجازاتها عزيز المشاهد؟ ما تنساش قول لنا رأيك في التعليقات.